بسم الله الرحمن الرحيم. قناة المهندسة الزراعية للمختصر ومفيد لزراعة البرقوق. النهاردة هنتكلم على نبات محبب جدا لينا، هو بيبقى ليه كذا لون، في بيبقى أبيض وفي بيبقى أصفر وفي بيبقى أحمر، وهو شجرة متساقطة الأوراق. يعني هي في الصيف بتبقى موجودة وبتسقط في الشتاء، وهو نبات سهل جدا لزراعته، وهو بيتزرع بكذا طريقة احنا ممكن نزرعها بيها. طيب احنا لو اتكلمنا عن البرقوق هنتكلم عليه من كل النواحي ان شاء الله. هو بيحب درجة الحرارة بتكون، يحب درجة الحرارة تكون معتدلة، يعني ما بيحبش الحر قوي ولا الصيف قوي. وبعدين لازم التربة، لازم احنا قلنا ايه، التربة لازم تكون طينية خفيفة، ولازم اهم حاجة تكون جيدة الصرف وجيدة التهوية. طيب احنا هنزرعها بكذا طريقة، في عندنا ايه، في 3 طرق احنا ممكن، طرق كتيرة طبعا، في احنا ايه ممكن هنتكلم النهاردة على 3 طرق. في طريقة احنا هنتكلم عليها دلوقتي، في طريقة اللي احنا نجيب ايه البذور اللي هي ايه كده، هيت انا ايه جبتها وحطيتها في التلاجة وحطيتها في كيس، عملت ايه النبات من 3 4 اسابيع في ورق مبلول، وتحطها في التلاجة وتسيبها 3 4 اسابيع ان شاء الله ايه تنمو بامر ربنا. وفي نوع تاني ممكن تجيب الايه البذرة بتاعة البرقوق وتسيبيها بره 20 30 يوم وتنشف وتكسريها وتقومي ايه زرعاها من غير ايه ما تنبت. كده صح وكده صح طبعا، بس ما يكون في انبات هيبقى ايه الموضوع ايه اسهل وهتاخد وقت اكتر في النمو. اول حاجه هنجيب ايه التربه اهيت وننضفها ونلاقيها كويسه ما فيهاش اي حصى، في اي حاجه تمنع الانبات. هنقوم نحط الكومبوست عشان ده بيغذي ايه التربه وبيديها ايه القيمه الغذائيه اللي هو محتاجاها في الفتره دي. ونقوم حاطين البذور عادي خالص، الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش ايه فزلكه ولا في اي حاجه خالص، وايه بامر ربنا هو اللي بيطلع، احنا ايه ما فيش بايدينا حاجه، هو خالق الحب والنوى، يعني الحمد لله هو ربنا هو اللي هينمو الزرع، بس هو محتاج عنايه مننا. ونقوم ايه حاطين عليه ايه شويه ميه تراب صغيرين، احنا قلنا ايه برضو التربه الصفراء والطينيه برضو كويسه ليهم، بس برضو اهم حاجه ايه الارض تبقى مش مكبوسه على البذور عشان تدي فرصه اللي هي ايه تنمو وتطلع. وبعد كده خلاص كده ايه هنقوم كده كده خلصت. ممكن عن طريق العقله، العقله يعني ايه اللي عنده شجره او اللي عنده جار وعنده شجره يستاذن ياخد منه عقله تكون طولها من 20 ل 30 سم وعرضها من 2 ل 3 سم ويزرعها بالعقل دي. طبعا بتاخد وقت ايه اقل بكتير طبعا من البذور، ده اللي ايه يعرف يتصرف ويجيب عقل، ما يعرفش خلاص ياكل الفاكهه ويزرعها وان شاء الله بامر ربنا ايه بتطلع. بعد كده ايه احنا ايه بنسقيها وبنرويها ايات بسم الله الرحمن الرحيم، وخلق من الماء كل شيء حي، ان شاء الله بامر ربنا الميه ايه هتنبت الزرع دوت. وادي ايه، وادي البرقوق عندي اهوت حلو كويس والحمد لله، ورقه جميل مفهوش اي حاجه. طيب احنا لو اتكلمنا عن التسميد، طبعا احنا السماد لو عضوي هيبقى كويس جدا ومفيد للنبات، لو ما لقيناش ال ان بي كي بتبقى مفيده بتأدي الغرض ان شاء الله. طب لو اتكلمنا عن مواعيد الزراعه، الزراعه بتزرع في شهر في يناير وفبراير ومارس، يعني 1 و2 و3. لو اتكلمنا على القيمه الغذائيه للبرقوق، يعني هي لا تعد ولا تحصى، هو فيه على العموم مواد كربوهيدراتيه وبروتين والياف، وطبعا فيه الف وب وجيم. طيب احنا اتكلمنا على الري، احنا قلنا ايه الري هيبقى منتظم حسب ايه درجه الحراره، يعني هي بتبقى مره واحده في الشتاء عشان الجو بيبقى ساقع وحلو، وبتبقى من مرتين لثلاثه في الايه الصيف، ده حسب طبعا حسب التربه وحسب الجو اللي البلد الواحد عايش فيها. طيب في امراض بتجيله، بيتجيله مرض التسمغ في الشتاء بالذات، تلاقي ايه الشجره طالع منها تسمغ كده عامله زي الدموع. طيب دي بتعمل ايه، دي بتؤدي لاصفرار الاوراق، وفي برضه لما تلاقي الورق بتاعها مصفر تعرف ان هي برضه في نقص الحديد والمنجنيز، كل دوت ايه بيعرض الورق بيبقى مصفر. وفي حاجه مرض بيجيله اسمه توارد الورق، يعني تلاقي الورق ايه صغير جنب بعضه كده وعامل على هيئه ايه ورده. طيب ايه المرض ده، ده برضو بيدلك ان في نقص زنك ليه للشجره دي، محتاجه تديها زنك. وطبعا الحصاد بتاعها بيطلع المعروف اللي هو بيطلع فين، في بامر ربنا بيطلع في الصيف. طيب احنا كده اتكلمنا عن التربه وقلنا ان هي
ان هي محتاجه تربه خفيفه تكون جيد الصرف والتهويه. واتكلمنا عن الحاله المناخيه، قلنا لازم تكون درجه حراره معتدله عشان هو ما بيحبش ابدا الايه اللهم صل على النبي، ما بيحبش الحر الشديد قوي والساعه الجامده قوي. طيب احنا بيقول لك طب الري لازم يكون منتظم. طب احنا لو نيجي عند شهر 12 و1 نوقف الري ايه تماما عشان بيبقى خلاص دخلت في دور السكون، وبرده ما نعطش ايه التربه، ولا يبقى برده في ري غائر قوي علشان ده بيعمل عفن الجذور بعد كده بيؤدي للموت. ان شاء الله ربنا ما يجيب موت ابدا في النباتات اللي عندكم، وكل حاجه تبقى كويسه وسليمه. وارجو الاشتراك في القناه، ولو عجب الفيديو يعني يقول ان هو عجبه ان شاء الله. ولو في اي تساؤلات عن النبات ده او على غيره انا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.